أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره لندن أعلن ارتفاع عدد ضحايا المدنيين في غوطة دمشق الشرقية إلى أكثر من 800 قتيل وأكثر من 2300 مصاب منذ أواسط شهر فبراير الماضي. وأوضح المرصد أن من بين القتلى أكثر من 100 شخص لقوا حتفهم بعد صدور قرار الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار في إطار هدنة تستمر 30 يوماً. يأتي ذلك في وقت تجددت فيه الغارات الجوية الروسية السورية على مناطق عدة في الغوطة رغم الهدنة، ليزداد الوضع الإنساني سوءا مع استمرار منع المساعدات ومنع إجلاء المدنيين. أي هدنة لك يا أخي؟ أي هدنة؟ شوف الدمار، أي برميل؟ ضل شي ما نزل علينا من صواريخ وبراميل؟ أي هدنة اللي عم يحكوا عليها؟ من يوم الحكم من 9 أيام لهلا هن عم يحكوا على الهدنة، ما ضل براميل، ما ضل بيوت، ما ضل شي. شوف الدمار. ما ضل شيء، لا صفي أكل، لا صفي شرب، لا صفي شيء، دمار تحت الأرض، لا في أكل، لا في شرب، لا تحسين تطلع تشتغل، لا تحسين شو بدك تحكي، لا حول ولا قوة إلا بالله.